وين بالشمال؟ أنا ما أعرف حاسيل واي نورمالمون هذا الفري شوب واي الفري شوب اللي تبروا عليكم به أو الفات جاب لي من الفري شوب أو الفري شنو جاب لي من الفري شوب بون ما عنديش برشا وقت 85 طيارة 11 ما عنديش برشا وقت جيت باش نتعدى عندي سكالة لتركيا لازمك ترخيص لا لله محمد رسول الله واحد ماشي المرت وبنته ترخيص 28 سنة الواحد مكهب على 30 سنة ترخيص استغفر الله العظيم البلاد هذيا في كل نص متر وجع ما تسيب كل ما سايب الدم تدمر نفسانيا تسيب كل سنين يدك على قلبك شكرا يقتلوك بالبجاية prière maintenir une distance d'au moins 1 mètre entre vous. Merci. الطياره باه حتى انا باش نطير الطياره نتاع تركيا كان جيت باش ناخذ التونسير راني قلت لكم انا باش نمشي ناخذ اللواش الحمد لله سينا شعبنا هو حتى باش يخطي شد في بحث 99 ما نعرفش اسكو مازلت باش نحاسب بيهم اللوروات معناها كان نصرف لهنا ولا ما نعرفش نشد اللورو هو بس بيديك هو كان كساح بيلد حومة زوال يعني ندور ديك بالفري شوب فهمتني هكا باش الناس تتشجع الناس تتشجع وتحط في قلبك وتحط في قلبك و تعمل قليب وتسيب عليك من الاخر بارد وتفرج على روحك تشوف حس ناحية الطريق الدنيا just filming احسن حاجة في تونس تحكي بالانجلي فوتني بربع الوقت هاو شو الفتو شلو هاي يا سيدي هاي هاي يا بابا هاي يا بابا هاي هاي وريك وين عطيك هاي هاي ما نعرفش انا ما نشربش بصراحة خالو في السياحة وما نشربش الدنيا والفضيحة بس كل ربي يتوب عليك ويسكي السلام ويسكي مرحبا ويسكي تاع الفريش هوب عارف مزيد في الدنيا قديش 55 يورو بلاش لا مسلي علي بلاش هذه خمسة في 47 شنو هذا شنو هذا 165 يورو علوش شنو هذا هات فكوش آخر حاجة باش نوريها لكم هاي سيدي في المطار ابسولوت دوزة تاخذ دوزة على الخيل تحب تطلع المطار بريقل تاخذ دوستين نتاعك وتطلع تعمل احسن بواياج لا مصلي على النبي
ما تفرش ما تفرش. واي طيارة الأحداش توا العشرة درجين ونمشي ركح الجواب لأنه ما يعرف داك الشراب ولا شمطة تفهم شي. واي دور ماشي العب دور قد هرمنا تهرمنا من أجل هذه اللحظة الحمد لله رب العالمين الحمد لله هنا ركبنا. نحب نقول حاجة مش مهم راهو تقعد بحد الشباك في الطيار، المهم تخرج من تونس. زوز مترو اللي قدام وين تخرج من الطيارة بارك أكبر من مطار تونس. علاش عجوم عمود لا ما عندي حتى فكرة يتحرك يمشي هكا ويتحرك، ما عندي حتى فكرة علاش تعديو فيه. نو ايديا يا رب يا رب اطبع يبرر اقل عليها الواحد يدور يحاوس ويشوف بكشي لعبه هون نمشي الواحد فازيت مش ما فماش في مطار تونس خلينا نجربه بكشي لعبه اخوي ما مرت على المعقل جربوا ونجري. لا والحاجه الباهيه عرفتها وقت اللي كنا صغار نبداو مثلا ندقوا على الجيران وكل فازيت هذوما نطلعوا هابطين مثلا في الدروج ولا في الاسانسور ولا كذا يشكك الراجل اللي يقول لك ريدو فماش في مطار تركي فماش الراجل اللي يقول لك ريدو كذا مريق تسع ايزي ايزي باللعب جربناها مرة هكا هاو ساي ولات كبرنا سي بون ها تمشي على
نمشي واحدة على روحي هذاك هو ديما اللعب، هو ديما اللعب شوية سيريو. عندي ساعتين تو، ساعتين في يدي مرة طيارة بولونيا 6:15 تو الأربعة، لا مش 6:45 تطلع الطيارة. الواحد ديما يجري منين المطار قد بلاد، ويحبك توصل في ساعة ولا في نص ساعة للطيارة اللي بعد. استغفر الله العظيم. الدنيا وانتفزت العالم صار يا بي يسر كبير يا بي. A5 A تولى الله لا محمد رسول الله تولى الأخرى A3B A3 B وانا في الـ A4B بولند A4B عديت الـ A3B وما فماشي في الـ A4B بزهري انا ما فهمني ما الدنيا زهورات هي هيا وينكم اي هيا قل لي سيدي طيارة الورسو بوردينج تايم يبداو يدخلوا للطيارة 5:45 بون تو 5:45 اما 5:25 يتسكر الباب دونك عندي ربع ساعة الواحد يمشي يشرب حاجة ياكل حاجة يشوف حاجة هيا وينكم هيا خمسة درجة يقولون هذو اللي مو صرف هذاك مشينا منا ومنا الدنيا بدات تغلى من مطار تركيا هذاك يا ابو صاحبي
سيدي انا وصلنا للهرب انا وصلنا البلول لا هي مش معناها عشان كي باش نهبط الفيديو مانيش راني متفزع خارج الهرب ولا كذا فهمني باش ما يقولوش الهرب مش عليه مشى للدنمارك شمع دوما تقعد على جنب فهمتني عاملوا انا ولاد الحومة والناس باش الموتيفي العباد هاك الزوالك اللي كذاك اللي يحب يخرج يحرم باش يخرج كيف هي أنا؟ فهمني؟ ما لازمها تونس خليته حلم إن إحنا نخرج اللورو لأنه ما يجيش حلم يعني أما الحمد لله هيك يا يطلب التيست وما تخرج يقول الله محمد رسول الله عطينا تيست هذاك يا شوفوا المرأة توهيني من الملمون أنا في بالها نكمل توصل الطيارة 6 درج هو يمكن 8 أنا على الشعر أصيل وين أنا المطارات الكل في العالم كيف كيف كالمطار خرطاش تحسوا ما مش مطار تحسوا ما عرش المطارات الكل كيف كيف تخرج تلقى ثنية طويلة كذا فما مشاية هي برجولية تعاونك هي تهز عليك برشا بنية عرفت هي تمشي وانت تمشي دز معك بدها تاعك ولا حاجة هاي الدنيا خويا مولودين في الأوروب في الصورة حاشينهم بس حبوش نقولوا كلام زايد حتى واحدة يا رب أخويا صغار حبتين نشوف المرأة وين تتو أنا مرقلين كملنا الدنيا كملنا الدنيا إذا الله محمد رسول الله جيست معلومة صغيرة قلبي خارج البرة ومعرس سيرتو كي تبدا تونسي في الاحوال هذيا توا خلي معك ديما الادريس بتاع المراه والصديق ديما تحت قالوا لي عليها انا المعلومه وبعثت اما طلعت مهمه شوي بربي فما وي في في العالم المتقدم يا بربي يس فانس ناو وي هاف ا لوت اوف فانس اي وين كوماي وصلنا سيدي هيا وينكم هيا هيا انا وصلنا المرأة تضحك علينا احنا في تونس هيا انا وصلنا سيدي هاي الأوروبا سيدي هاي ها فما شيء ما ريت شيء في التيران هاي الولاد هذا يا التيران سيدي بتاع بتاع العاصمة هاك الدنيا والريق والجو جا في تونس هذا راه مطيش في وين في تلة ولا في ما نعرف شنو هاك دروش طف تطلع راه تبدا غادي مش هزل منه